اتحكم فهيعمل ايه؟ يلجأ للحيلة التانية، شد الليش. هو لما بيبقى عايز يوصل لحاجة بيعمل كل ما عنده عشان يوصل له وما يزهقش. فعلا لا وقوي الله قوي بيحفر في الارض كمان. تعالي بقى كده، ست ست حكم فهيعمل ايه؟ يلجأ للحيلة التانية، شد الليش. هو عايز يوصل يعني هوصل، بس هو طبعا ما ينفعش ياخد اللي هو عايزه. انا ساعتها بقى ما بقومش اخد. لا ما بص حضرتك، مشكلة ان هو اراوزد قوي كده ومتحمس وعايز يوصل والكلام ده كله تمام. مشكلتها انك لما بتشخطي حضرتك يعني بتزودي معدل القلق عنده وبتزودي معدل ممكن بعد كده ريسك العنف. نفس القصه، هندي ست. هو طبعا الاكتيفيتيز اللي كان بيعمل اللي حضرتك بتعملها معاه في الشارع ان هو تعالى وخد وسيت وكده مخليه يدي سيت بسهوله، بس المشكله ان هو بعد ما بيدي يعني سيت حتى في وجود كلاب هو اتعود مع حضرتك خلاص الحمد لله لحد ما بيعمل، بس هو بقى المشكله بعد ما بيعمل كده بيلجأ للاوبشن اللي بعديه اللي عض الليش. يس بوي بس هو مقايد درجه اولى. بص حضرتك بص حضرتك سريع بس احنا هنقايد ثم نحاسب، يعني حد ما يبقى شاطر قوي بيعمل حاجه في الحفلات ثم نبدا نقول له لا بقى تعالى نو بس نو. فاهم قصدي حضرتك؟ احنا عايزين نعلمه الحاجه الاول يتعلم بالروح اهو، ثم بعد كده في حساب طبعا وفي كل حاجه، بس واحده واحده. وعايزه اقول لك يعني امبارح الكوره بتاعتي يعني هو بيعشق وانا بتعامل معاه بقى الصبح الكوره دي بياخد واحده بيسيب الثانيه، بقول له سيب بعدين على طول شغال دماغه. مش بس حضرتك احنا بس احنا بنراعي الظروف اللي هو عدى بيها تمام، هو ده اللي بيخليه فبنعلم واحده واحده الى ان نخليه زي زي الكلب الطبيعي ان شاء الله نبدا نحاسبه. مفيش حاجه دماغه، بص حضرتك دماغه دي مش موجوده، الكلاب كلها بتتعلم عن طريق المحاوله والخطا. يقعد يجرب كتير واللي يجي معاه يجي معاه واللي يبسطه يبسطه فيكرره. انا اقول لك يعني انا ما انكرش هو ذكي، لان انا لما بعاقبه مش عايزه اقول لك بيبقى عارف تاني يوم ان هو بيقوم حتى الصبح لما بيسلم عليا بمنتهى الحذر، لان انا كنت غضبانه جدا منه امبارح، فبيقوم بقى ويجي يقعد على رجلي، يعني بقول له سيب جنبي مثلا او اي حته يقعد على رجلي، نوع من انواع الاعتذار انا بحسها كده. يعني هو برضو عنده حته الخوف دي يوه كبيره جدا. على فكره هو السبب الرئيسي انه بيجي يتدرب ويعمل كده ان هو يقعد ياخد اكل في وجود اصوات الكلاب والكلام ده كله ووجود مؤثرات كتير عشان الخوف يقل. هو طبعا خواف جدا، هو لما كان قاعد هنا تمام في البوردنج لما كان قاعد الاسبوع اللي كان قاعده كان خواف جدا تمام، بس خواف من ايه بقى؟ خواف من الحاجات الجديده، كل حاجه اي حاجه جديده يقابلها خواف. طيب دي علامه من علامات القلق اللي هي اي حاجه هتتسمى نوفلتي
اي حاجه نوع جديد عليه الكلب بيبقى متشائم جدا من ناحيه. تعالى الدنيا لما بتضلم النور لما بيتقطع مش عايزه اقول لك الرعب اللي بيبقى فيه. دي مشكله مشكله برضه بالظبط. الطفل لما بيشرق وقت حاجه ضلمه هو كده درجه كريم بقول لك مسكه حضنه وبقى يطبطب عليه خوفنا على قلبه من كتر الرعب اللي هو كان فيه وينط هو... على الحاجه ويطلع ويتشقلب من فوق وتحت ومش شايف حاجه مش شايفاها. هو خواش هو انا عارف هو يعني خوف بس برضه خلينا نفتكر ان هو عشان تجاربه ما كانتش كتيره قوي ونشأ يعني قبل حضرتك دي كان مربوط ومحبوس والكلام ده كله تمام عند الناس الثانيه وكده فما عداش على مؤثرات كتير قوي فطبيعي ان هو يبقى عنده كده. هو كمان كان في الجو هو ايه البتاع اللي بيطقطق ده؟ دي اسمها كليتوس. بدل ما اقعد استخدم الـ يعني ابوك كتير معاه دي بتثبت المعلومه في دماغك. يعني هي الفكره الوحيده ان هي بت يعني بتخلي دماغه تعمل ربط تمام ان كل ما هوصل هنا كيف انا جهزتها له هناك لما انا قعدت اكل مره. ايوه كيف لا بتاع الناموس شكيت فينا. لا 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 هي دي ليها طريقه كده بنستخدمها خصوصا مع الكلاب اللي هي بتظبط السلوك بتاعها فما يبقاش التواصل بالبق كتير قوي ويبقى هو اللي بيسعى للحاجه. يعني هو دلوقتي اللي ساعة اللي يهدى صح مش انا ما عدتش اقول له ايه ده بس هو اللي اخد مرة تانية تالتة هدي نام سكت وهكذا. هو بدأ يطنشهم ودي حاجة كويسة. هو ده المطلوب. هو اصلا احنا كل اللي بعمله معاه عشان يتعلم يطنش مالكش دعوه. تعالى بندق